أنا متشكرة جدا يا مدام مديحة، بس مش هقدر أسافر. ممكن أعرف ليه؟ يعني مش مرتبة نفسي. مش عايزة تشوف الأستاذ شرف؟ في حد مش عاوز يشوف أبو ولاده؟ وجوزك وراجلك؟ طبعا عاوز أشوف. يبقى مش عايزة تسافري ليه؟ مش عاوز أشوفه في سجن ورا سور حديد. عاوز أشوفه راجلي الشريف المحترم اللي الناس كلها بتحلف بحياته. يعني حتى انك مقطعه ومش عايزه تشوفيه؟ حد ما يطلع برا. معلش يا مدام مديحه، انا بقول لك اللي جوايا. اللي جواكي ده انا عارفه وحاسه بيه، وعارفه انك مصدومه ومش قادره تتصوري ان الاستاذ شرف يعمل كده، بس ده ما يخليكيش تتخلي عنه. استاذ شرف لسه متهم مش مدان يا مدام سعاد، وحتى لو كان مدان يبقى معرفوش. قصدك يعني لو طلع حرامي اقف وراه؟ طب ازاي؟ طب يا مدام سعاد، استاذ شرف دلوقتي مش مدان والناس كلها عارفه انه بريء، لازم تقفي معاه وتقولي للناس كلها ان هو اشرف راجل في الدنيا. ما انت شايفه عبد الرحمن بيلف على كل الناس وبيقول ان هو بريء. انا كمان نفسي الف في الدنيا كلها وشهاده براءته في ايديا، بس دلوقتي مش هقدر استحمل بصه الناس ليا. مدام مديحه ربنا ما يكتبها عليك يا رب. عارفه هو لو متهم في حاجه غير شرفه انا يمكن كنت استحملت، لكن دلوقتي مش قادره. حضرتك دافعي عنه انت وكتر خيرك، ولاده يدافعوا عنه. انت كمان لازم تدافعي عنه. ما اقدرش، مش هقدر. طيب انا هروح له ان شاء الله، انا ولطفي اخويا المحامي. تحب اقول له حاجه؟ قولي له ربنا معاك ويدعي لنفسه ولولاده. شرف فتح الباب زياره. عم شرف لوحده؟ بطل كلام يلا يا عم شرف. واحنا مالناش زياره ولا ايه يا شاويش؟ ايه يا شاويش؟ ايه يا عم شرف؟ لو الناس اللي جايين يزوروك مش عاجبينك وبسيبهم وتعالى. استاذه مديحه. استاذ شرف ازيك؟ الله يسلمك. استاذ لطفي اخويا المحامي. اهلا وسهلا. ارسل لك كلمتنا عن حضرتك وحكيت لي من زمان عنك يا استاذ شرف. اتفضل تعالى. اتفضل. ايه ازيك؟ الحمد لله. زي ما انت شايف متهمان ان حرامي، بس الناس كلها بتقول عليك انك راجل شرف. يمكن ده اللي مطمني. حبيبي بس ما تطمنش قوي كده. اقول لحضرتك حاجه بصراحه، انا ما اطمنتش بجد غير لما الاستاذه قالت لي ان حضرتك اللي هتترافع عني. وانا عاوز اطمنك بس لازم تساعدني. تحت امرك، قول لي اعمل ايه وانا اعمله. استاذ شرف، استاذ لطفي معاه كل الاوراق الخاصه بالقضيه دلوقتي، يعني هو المحامي بتاعك واستاذ هلال راح له المكتب. أنا بقول لك الكلام ده عشان تشيل أي حاجة من دماغك. إلا حاجة واحدة. إيه هي؟ إنك تقول لي إنك بتشك في مين عشان نبعد عنك أنت الاتهام. حضرتك هتعمل زي رئيس النيابة اللي بيقول لي لازم يبقى في حد سرق عشان تطلع براءة. بالظبط. وخد بالك أنا ما بحبش أخسر قضايا أبداً. فركز معايا وقول لي بقى، المفاتيح سبتهم كام مرة وإمتى مع المساعدين بتوعك؟ مساعدين إيه يا بيه؟ الولدين اللي محبوسين معاك جوه. الكحله وبدر؟ ايوه. ولا مره. ولا مره ازاي؟ يعني ما سرقوش ولا يمكن اتهمهم. امال رئيس النيابه امر بالقبض عليهم ليه على ذمه القضيه؟ انا عارف، اساله بقى. يا بيه انا ما اقدرش اتحمل ذنبهم، ده انا ما بنامش طول الليل عشان عارف ان هم محبوسين ظلم. وانت ايش عرفك بس انهم محبوسين ظلم يا شرف؟ يا بيه انا متاكد صدقني.